هجمتان عنصريتان ضد شبان عرب في غضون أيام تثيران قلق المجتمع العربي. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة. ورحيل سيناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين بعد صراعه مع مرض العضال. تعرض شابان من مدينة الطيبة اليوم لاعتداء عنصري في بلدة بنيامينة أدى إلى إصابتهما بجراح وصفت إحداهما بالخطيرة. وقال شهود عيان إن الشابين تعرضا للطعن من قبل مجموعة شبان يهود في المنطقة خلال مزاولة عملهما. هذا وصرحت الشرطة بأن جراح أحد الشابين تركزت في نصف جسده العلوي وحالته خطيرة، فيما الآخر تركزت جراحه في يده ووصفت حالته بالطفيفة. وفي سياق متصل، أحالت محكمة الصلح في حيفا إلى الحبس المنزلي أحد المعتقلين المشتبه بهم بتنفيذ اعتداء عنصري سابق ضد 3 شبان من مدينة شفا عمر قبل عدة أيام في شاطئ كريات حييم. ورفض قاضي المحكمة منح الشرطة مهلة حتى يوم غد قبل تنفيذ قراره بإحالة الشاب للحبس المنزلي لمدة 3 أيام، وانتقد أداء الشرطة في التحقيق وبأنها لم تقدم أدلة قد تورط المشتبه به، وأن اعتقال الشاب استند إلى معلومات وليس أدلة.